حسن مصطفى إسماعيل الشهير برمضان السكري. عشقه للمسرح هو اللي خلاه يدخل المعهد العالي للفنون المسرحية في الوقت اللي كان زمايله بيشوفوا واسطة تدخلهم الحربية أو الشرطة أو كلية الحقوق مصنع السياسيين أيامها، بس هو كانت عينيه على خشبة المسرح وجمهوره. ممكن نكون خسرنا محامي أو ضابط همام، بس أكيد كسبنا كوميديان من غيره كان حيبقى ناقصنا حاجة مبهجة جدا جدا. اشتغل في الإذاعة في برنامج ساعة لقلبك، البرنامج المدرسة اللي قدم لنا كمان فؤاد المهندس رفيق رحلة حسن مصطفى وناس كتير قوي غيره. اشتغل مع فرقة إسماعيل ياسين المسرحية والفنانين المتحدين، ولما نجمه نور في منطقة الكوميديا السينما خطفته في الستينات، وقدم أكتر من 100 فيلم ومسرحيات ما تعدهاش. مين فينا يقدر ينسى فانتوماس الصديق الصدوق، أو ناظر مدرسة المشاغبين، أو الغفير الطيب في فيلم الحرام، أو 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 الأستاذ رمضان أبو سرة. والدنيا يا ربي دايما على قد جسمه. مسخره في بغلاوتك انت يا حسن. الله يخليك. الله في بغلاوتك بابا رمضان السكري، تقولوا عليه بابا، تقولوا ماما، تقولوا جده، ماليش دعوه. هو بالنسبه لي حسن. هو حسن عشرة سنيني وسنين ناس كتيرة قوي في الوسط الفني ده. هو عمود أساس في معظم الأعمال لو نرجع بذاكرتنا كويس ونفتكر من زمان، من أيام مسلسلات التلفزيون، من أيام مسرح التلفزيون، من أيام فرقة محمد عوض ومع أمين الهنيدي مع الفنانين المتحدين، الرحلة كلها. ازيك يا حسن؟ الله يخليك. ده انا سعيد بيكي والله، وسعيد ان انا بلتقي معاكي بقالنا مده ما تقابلناش. واحنا عشره عمر يعني. وعشره زماله وعشره محبه وعشره عائله يعني، وحاجات تانية وحاجات كتير. مش عايزين فضايح احنا بنحكي. لا امانه النبي لا اقول. حسن بكل الخبره والتقى ده، التقى ده يعني التقى ده اللي حضرتكم شايفينها هو الطفل بتاعنا كلنا. حسن في 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 الاعمال اللي بنعملها مع بعض في كواليس المسرح في المسلسلات في كذا، دايما هو اولا اكتر واحد بيعمل مقالب، واكتر واحد بيملينا فضايح. بس فضايح ادبيه. لا فضايح لطيفه. ايوه. مش فيها حاجات. الحمد لله. يعني زي مثلا لما كنا في اليونان وانت واقف بتشتري بقاله وعمال تقول للبقال اليوناني يا ابني اطلع بقى ده انت نيله قوي مش عارف ايه، هات التونه من فوق ده هديك بالبنيه، فضل يقول لك يعمل لك بدماغه كده لحد ما خلصت الشروه كلها وجيت تقول له بكام؟ قال لك يا عم حسن هرتني. يا عم حسن فاكر؟ ايوه. طلع طبعا مصري. ده انا كمان قلت له ايه؟ قلت له يا خلصت بقى الله يخرب بيتك، انت هتقعد سنه. فما نزل قال لي يخرب بيتي انا حبيبي انا متربي في اسكندريه وعايش في اسكندريه، وفهمت اتكبست كبسه. حسن خلينا نقول، خلينا ناخد البدايه. هو الحقيقه انا بدايتي يعني ايه؟ يعني بحمد ربنا عليها، انا ربنا سبحانه وتعالى سخر لي الوقت والزمن والناس. سخرهم لصالحي او لتواجدي. فكنا في مدرسة، احنا انا من مواليد حي الظاهر وباب الشعرية. فانا كنت في مدرسة اولية اسمها سليمان جاويش الاولية. وده كان التعليم ايام انا بقى، كان ايه؟ مدرسة الاولي ثم الابتدائي ثم الثانوي ثم الجامعة. فانا في الابتدائية القديمة. القديم. ما كانش اعدادي بقى ولا بتاع الكلام ده. وكان التعليم تعليم. يعني المدرس في المرحلة الأولى في المدرسة الأولية، كانت اسمها مدرسة ما نجاوش الأولية، كان المدرس بمثابة دكتوراه، دكتور.
دكتور في مادته يعني سواء لغة عربية أو حساب أو جغرافيا أو خط، حتى كنا ناخد دروس خط بكراسة خط، يطلع الواحد مننا يعني متظبط خطه تمام. فأنا طلعت عاشق للغة العربية، للجرس وللكلمة والنغمة وبتاع. ومن وأنا صغير وأنا بستمع، أول ما أبويا جاب لنا راديو في البيت، راديو تليفون كان كده، فاكره كان في راسنا وأنا في شلت على الأرض كده أقعد عليه أسمع. كنت أسمع حديث الثلاثاء للدكتور طه حسين. أيوة. كان له حديث أسبوعي يوم الثلاثاء اسمه حديث الثلاثاء. وكان الدكتور طه حسين الله يرحمه عميد الأدب العربي، كان له يحب المترادفات في الكلام. يعني يقول لك إيه، وركب الرجل دابته أو ركوبته أو حمارة. أنا بسمع نغم وانا صغير، وانا صغير بس عاشق حابب اللغه. ويوم الاربع اسمع حديث فكري أباظة. الله، اللي كان بقى باللغه العاميه. باللغه العاميه. شوفي، ده لغه عربيه صرف وده لغه عاميه صرف، فاكتسبت من ده كتير. المهم المدرس في المدرسه كان حس بي ان انا في اللغه العربيه جيد، فكنت اقرا مطالعه كويس، اقرا بتاع، وكان لما يجي مفتش او زائر للمدرسه يكتب لي قصيدة ترحاب بالمدير التعليم بتاع، ويلا يا حسن أقف في حوش المدرسة وألقي الخطبة دي يا سعد بيه. وخدني، كان زمان مدرس اللغة العربية في المدرسة هو المشرف على فرق التمثيل. وكان الحظ بقى الحلو. أيوه ده هنا. أيوه بقى. فرق التمثيل كان بيشرف عليها مدرس اللغة العربية، وكان بيعملوا إيه بقى؟ يعني في المناسبات، المولد النبوي الشريف، عيد جلوس الملك الله يرحمه الملك فاروق الله يرحمه، عيد جلوسه، تعمل تمثيليات وإحنا إيه نشارك فيها، وبعدين نشارك مع مدارس المجاورة في المنطقة التعليمية بتاعتنا في المسابقات المدرسية. خرجت من المرحلة الأولى دي، رحت الابتدائي. سمعتي سبقاني في مدرسة باب الشعرية الابتدائية، كان النظر بتاع المدرسة يحمل بكوية رسمية، كان اسمه والله وأذكره لغاية دلوقتي يا سعد، اسمه سعيد بيك أدهم. وكان راجل قصير كده والياء من الشية والشكت والطربوش، الطربوش محترم ومخروم ثلاث خروم فوق. ليه؟ فسألت قال لي عشان يعمل تهوية لراسه. غير الطرابيش التانية يعني، هو اللي خرج. هو لا، هو يعني كان في طرابيش بتاعت البشوات والبهوات. بيه هو يبقى طربوشه زيي؟ مش ممكن. انت كنت بتلبس الطربوش؟ طبعا. نقدر نروح بغير الطربوش؟ يا نهار ابيض. وطابور المدرسة الصبحية نظام ايه؟ جيش. خلاص. طب في المدرسة الابتدائي حصل لي نفس اللي حصل في الاولي، اللغة العربية، الاوالة الى انظار المدرسة الدكتور طه حسين في الابتدائي. إنها جلسة ممتعة يا شباب. والله. لا 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 ده أنا متكيفة مستكيفة. بعدين فجه، فطبعا نزلنا حوش المدرسة وطه حسين كان اسمه مؤنس السكرتير بتاعه. لا ما أنا حسين يعني مؤنس. لا أنا أيوة صح، حسين مؤنس. حسين مؤنس طبعا. لا أنسى. أيوة أيوة أنا منساش. فنزل فوقف معاه وراه بتاع دي. فطبعا المدرس جه قال الطالب حسن مصطفى يلقي خطاب، طبعا مكتوب لي بالترنيم والتنغيم والتنغيم. طبعا المدرس كان قاعد معايا قبلها سمعني بتاعه، فلما سمع قال ائتوني به. فرحت وقفت قدامه وانا ايه يعني نجمك اللي انت بتسمعه كل يوم. تلات نجمي بسمعه كل يوم، بحبه. شوف ربنا بعته ازاي. فقال لي ما اسمك؟ قلت له حسن مصطفى. قال لي وجدك؟ قلت له اسماعيل. قال لي وجد جدك؟ يا تعيح يناسبني ولا ايه؟ قلت له حسن مصطفى اسماعيل عبد الباسط الشريف. ضحك. قال لي كيف نطقت اللغة العربية؟ عمل حوار معايا ظريف. وبعد ما خلصت قال لي حسن، قال لي انك طالب مجد ومجتهد، وراح مد ايده، راح حسين مؤنس مديله كتاب الايام يا وكاتب عليه اهداء.
الى الطالب النجيب حسن مصطفى ده حسين مونس وهو خده ومضى. انا محتفظ بالكتاب ده عندي لغايه دلوقتي. الايام ميمي ادينا الكتاب نصوره يا ميمي. اجيبهولك الله يسترك. اجيبهولك. انا تعرفت على حسن في فرق التلفزيون المسرحيه. كنا زمايل وكنا بنعمل مسرحيات للمسرح الكوميدي. كنا في الفترة دي بنسافر كتير قوي، يعني كنا بنعمل مسرحيات في مصر ونطلع بنها وطنطا واسكندرية يعني بنلف. كانت فرقة تلفزيون بتعمل بروجرام وريبرتوار طويل، فطبعا السفريات ومروحنا ومجية وزملاء مع بعض. وحسن طيب، طبعه طيب، وإنسان تحس إنه ممكن تصاحبه بسرعة، يعني تحكي له سرك تطمن له. فهو كان بيحكي لي وأنا بحكي له، كنا أصدقاء وحلوين مع بعض وابتدينا نستريح لبعض شوية يعني. وفكرنا في حكاية الجواز، كان حسن كان سبق له جواز قبل كده وكان عنده بنت في الفترة دي. فقلت له يعني هل أنت التجربة دي يعني؟ قال لي لا أنا طبعا بتجوز وأنا مقتنع. قلت له وانا طبعا مقتنع جدا، وحتة ان يبقى في وجود بنت صغيرة دي مش مشكلة خالص بالنسبة لي، انت الاهم يعني. واتجوزنا وجيت بعد كده باربع خمس سنين خلفت بقى بناتي الاثنين توأم نورة ونجلة. هو بابا لما بيكون عنده شغل، عشان هو بطبعه انسان منظم جدا ودقيق قوي، فبيبقى لما عنده شغل بيبقى مشدود، فعايز يوضب كل حاجة صح قوي، شنطة شغله مظبوطة، ينزل في ميعاد صح، الفطار لازم يبقى جاهز وفي ميعاد معين، الشاي مظبوط باللبن بدرجة حرارة اللبن، يعني عشان عايز ينجز بقى، فعايز يبقى كله في ميعاده صح. فماما لازم تبقى مثلا مجهزة الشاي، اللبن، الفطار اللي هو بيفطره معروف دقيق، فكل حاجة تبقى منظمة وفي موعدها عشان هو يخلص وينزل وياخد معاه بقى حاجته وهو نازل. لازم مية معينة، إزازة المية بتاعته، لو عايز ياخد مثلا سناك خفيف ولا حاجة لازم يبقى من البيت وماما اللي موضبة. نسيتي تقولي ان هو قبل ما ينزل من البيت بيكون مواصلي على الغدا. الغدا هو لازم يبقى عارف هو هياكل ايه لما يرجع من بره، ومش ممكن، مش لازم يكون صنف واحد، لازم صنف واثنين وثلاثة، يعني مش صنف واحد بس. فبابا في شغله دقيق زي ما نورا قالت، وفي نفس الوقت يعني لو جاله تليفون قبل ما ينزل ممكن ما يردش عليه، لو احنا معديين من جنبه ممكن ما يردش علينا، يعني ما يشوفناش للدرجه دي يعني. فالشغل نمبر 1، زي ما بيحب بيته جدا، زي ما بيحبنا جدا، زي ما بيحب احفاده جدا، بيحب شغله جدا. شغلنا صعب، ممكن انا اجي متاخره جدا لو ما كانش جوزي في نفس الوسط وفاهم شغلي، فاهم انا باجي الساعه 2 او 3 الصبح، ما يقوليش انت فين ولا ليه ولا كام. وهو نفس الحكايه يعني، انا ببقى عارفه هو فين وعارفه بيتصرف ازاي. والحمد لله هو حسن طيب جدا ورب اسره طيب جدا ومحب البيت ومحب الأولاد. بابا محب للحياة بصفة عامة جدا يعني. فبيحب البحر، بيحب يسافر، بيحب حاجات كتير قوي، لكن مثلا بيحب البرتقال بيحب الفاكهة، بيحب الخضار، بيحب الأكل يبقى مطبوخ كويس جدا. ما بيحبش الإزعاج لأن هو هادي بطبعه، لكن إنسان فرح يعني قلبه أبيض. بس في حاجة يعني معرفش الناس ممكن تكون تاخد بالها منها ولا لا، بابا خجول جدا يعني. هو ممكن يبان ان هو كممثل مسرح وبيطلع وفي جرأة طبعا وقدام الكاميرا وقدام الجمهور، لكن هو بطبعه هو خجول ورقيق، وساعات كتير قوي ما يحبش كتير المواجهه، يعني يحب الحياه تبقى يعني سلسه. لو مواقف فيها مواجهه جامده ممكن احيانا يعتمد علينا، مثلا نوره اتصرفي في كذا، نجله قولي انت كذا، لكن ما يحبش الحاجات اي حاجه فيها مواقف عنيفه او كده بيبعد عنها خالص. بالنسبه للبيت هو هادي طبعا، مش احيانا هو كان عصبي، بس دلوقتي هنقول فرق عمر يعني وسن وكده، لا احسن لسه ما مش انا مش حاسه انه كبر، انا حاسه ان هو جوزي بنفس الظروف وبنفس احساسه وبنفس شعوره، ما تغيرش. في ساعات تصرف انا اعمله بقى هو مش حبه. يا ميمي يعني ما قلنا يا ميمي يعني، دي اقصى حاجه بالنسبه له ان هو يتضايق يعني او كده. في حاجه تانية برضو عن طقوس بابا الرمضانيه، عشان شهر رمضان هو اهم شهر البابا في السنه. ليه بقى؟ طبعا غير الطقوس طبعا اللي هو
الصلاة والصوم والحاجات دي، بابا متدين بطبعه يعني، فالجزء ده مش هنتكلم فيه. بس أهم حاجة هو بيحب ينزل يشتغل حاجة بنفسه، يعني ما يحبش يعتمد على أي حد يشتري له حاجة خالص، يعني يشتري ينزل يجيب الكنافة ويبقى مقسم بقى الرقاق، ده أهم، دي وجبة مهمة جدا، الكنافة والرقاق دول مهمين جدا، فينزل يشتريهم بنفسه، يحب يشتري اللحوم بتاعته، يشتري الفاكهة ويطلب بقى طلباته بقى من ماما، يعني النهاردة هنعمل كذا، لو قلت طب حسن طب ممكن النهاردة نخليها رقاق بس، تقول له لا لا أنا عامل حسابي على رقاق وكشك، فتقوله طب ما هو يعني نراعي بعض، انا اللي هعمل كل حاجه، طب انا هطبخ معاكي، انا هقعد معاكي، ويخش فعلا معاها المطبخ ويقعدوا يبتدوا بقى يقطعوا ويعملوا كل حاجه مع بعض. انا دلوقتي عايشه حياه تانيه خالص، يعني الفن بالنسبه لي بقى كان الاول نمره 2، دلوقتي لا بقى نمره 4، بقى البيت اهم، جوزي اهم، ولادي اهم، حياتي اهم، في حاجات كتير اهم طبعا، اولهم حسن، لاني حسن عشره عمري، و واقول ايه، توأم روحي، توأم روحي، دي حقيقه. انا اتعلمت من بابا حاجه من اهم حاجات اللي انا يعني في حياتي اللي انا حاسه ان هي اثرت فيا، الانضباط، في فخر جوايا وفي حب واعتزاز ان انا بابا حسن مصطفى، فبتمنى له الصحه يا رب طول عمره، وانه يبقى سعيد زي ما اسعد الناس كلها طول حياته. عايزه اقول لبابا ميرسي على ان انت بابا، دي اول حاجه، دايما كنت فخوره بيك وهفضل طول عمري فخوره بيك، علمتني الاعتزاز بالنفس، علمتني التواضع، علمتني اني اهتم بتعليمي واني اكون انسانه واضحه في حياتي واني ما اكونش منافقه، علمني حاجات كتير جدا، وربنا يخليك لينا ويديك الصحه ونكون دايما عند حسن ظنك.